تعمل بها مجموعة العمران على الصعيد الوطني والبرامج يعني العمومية اللي تنقوم بها لصالح وزارة السكنة والتعمير وكذلك الجماعات الترابية. وفي نفس الوقت كان تقديم ديال العرض ديال المجموعة في كل أنحاء ديال المملكة. إذا كاين الشركات ديالنا اللي تتمثل الجهات 12 ديال المملكة، وكاين الاستقبال ديال كل المواطنين اللي بغاو يتعرفوا بهذه المنتوجات، كان في الميدان ديال السكن وكذلك ديال الأنشطة الاقتصادية. وكما تتشوفوا كذلك كاين الشركاء ديالنا من الأبناك التشاركية، كاين الموثقين، كاين واحد العدد ديال الشركاء اللي تيواكبوا العمليه ديال الشراء. وفي نفس الوقت تكون واحد النقاش على مساله مهمه لبلادنا، اما وهي التهيئه الحضريه رافعه للتنميه ديال الوطن، خصوصا ان المغرب تيعرف يعني واحد الارتفاع ديال نسبه التمدن، وخص تكون واحد السياسه اللي تتوجد هذا الاستقبال ديال المواطنين اللي يجيو المدن. ومجموعة العمران رهن الإشارة يعني كل الجهات باش تشتغل في هذا الميدان. اليوم اجتمعنا حول موضوع اللي هو مهم جدا واللي كيعني إشكالية التعمير والعمران في المغرب ككل وبالجهة ديال الدار البيضاء استطاع الخصوص. موضوع اللي كيتطرق لواحد الإشكاليات جديدة اللي كيعرفها الآن العالم بأسره والمغرب ضمن هذا العالم، وإشكالية الطاقة، إشكالية الماء، إشكالية التلوث، إشكالية التنقل، إشكالية يعني التشغيل، يعني إطار الحياة. وبالتالي لما كنتكلموا على نموذج تنموي نتكلم كذلك على نموذج عمراني اللي كيستجب للحاجيات واللي كي عنده واحد التصور مستقبلي لهذا الموضوع. فوالا، شكرا. المستوى ديال الماء عندنا اشكال في الماء، لو سيت الدولو في بلادنا باقي ما تنتحكموش فيه. انت هضر على لو سيت الدولو، اليوم الماء ديال الشتاء عندنا فيه اشكال، هذا الماء اللي تيضيع كيف يمكن ان نتحكم فيه؟ علما انه حنا في تقاليدنا الماء ديال الشتاء كان يستغل، كانت تيستغل في المطار فيه، وكان واحد مجموعة ديال الامور تتدار، وباقي اليوم في الجنوب تيعمروا بها تاي واحد مجموعة ديال الامور. وهذه يجب ان نستحضر هذا المعطيات، لان هذه القضيه ديال الديورابيليتي وديال التعمير خص يكون عندنا نموذج مغربي، يجب ان يكون عندنا نموذج ديال التعمير يشبهنا. الاشكال اللي عندنا هو ان تخرجوا نصوص وغير كتخرج تبداو تعقدوها. جوج ديال الاشياء هي اول الوكالات الحضريه في هذا النسق ديال الاصلاح. الوكالات الحضريه في النسق ديال الاصلاح هي مؤسسات تعطي رأي في كل ما يتعلق بالتعمير وفي كل ما يتعلق بإنجاز وتاريخ التعمير. هذا نريد وكالة تواكب الجهوية، تكون في هذا المقياس الترابي، لأن الجهوية في المغرب هذا مقياس ديال التنمية، ويجب أن ندمجه في كل في كل الخطط ديالنا، لأن هذه إرادة سياسية وإرادة ملكية وتيخصنا ندمجوها. باقي الإدماج ديالها فيه إشكالات، ولكن يجب أن ندمجوا هذا المقياس، لأن المقياس مهم في معالجة ديال الإشكالات ديال التنمية. المستوى الثاني هو العمران. انا باغي نهضر واحد جوج كلمات على العمران، اولا لانه عرض علينا، ثانيا لانه خصنا نعرفوا شنو هو الموقع ديال العمران. العمران عموما هو المؤسسه الوحيده اليوم اللي الشهاده ديالها تساوي ملكيه. حنا في الوكالات الحضريه نرخص على الشهاده ديال العمران لان عنده الضمانه ديال الدوله، هو الوحيد اللي عنده هذه القضيه. المساله الثانيه ان العمران عندها تراكم، عندها تراكم في مجالات متعدده، عندها تراكم في التراث، يعني داروا واحد المجموعه ديال الاشياء اللي هي اشياء فيها كثير من الاشياء الجيده في هذه القضيه. عندهم ايضا على مستوى السكن الاجتماعي، وهذه المساله ديال السكن الاجتماعي عندنا فيها واحد المساله، راه السكن الاجتماعي بدون دعم ما يمكنوش يكون، لانه كل الفئات الهشه الى ما تمش الدعم ديالها في كل المسائل ديال الحياه ديالها، في السكر، في اتاي، في الزيت، وفي السكن ايضا تيخصها الدعم. وهذه الشريحه ما تيمكن ديرها الا الدوله، وما تيمكن ديرها الا العمران. المستوى الثالث انه الدوله في حاجه لواحد الذراع قويه باش تدخل في واحد المجموعه ديال الامور اللي يمكنش تدخل فيها القطاع الخاص. المستوى الاخر انه العمران اليوم تدير واحد المجموعه ديال المشاريع في افريقيا وهي مطلوبه على المستوى الافريقي. فانا اللي تنقول للعمران انه في حاجه الى تموقع جديد للعمران والى تموقع جديد
ديال الوكاله الحضاريه والى تموقع جديد لكل المؤسسات ديالنا باش يمكننا نبنيو المغرب ديال الغد ويمكننا نمشيو الان. شكرا لكم.